أنا مواطنة بلجيكية مقيمة حاليا في فرنسا. خلال حياتي المهنية عملت في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. سأتقاعد في غضون عامين، كيف سيتم احتساب معاشي؟ العمل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي يتيح لك الحصول على الحقوق التقاعدية في كافة هذه البلدان. عند بلوغ سن التقاعد يجب تقديم طلب للحصول على المعاش في بلد الإقامة أو في آخر بلد عملت فيه. وإن لم يسبق لك العمل في البلد الذي تقيمين فيه حاليا، عليك إرسال طلبك إلى المؤسسة العامة للتقاعد في البلد الذي عملت فيه سابقا، وهو الذي سيتولى مهمة معالجته. كما أنه بإمكانك تقديم طلب للحصول على راتب تقاعدي في بلد إقامتك إن كنت قد وصلت إلى السن القانونية في هذا البلد. وإذا كانت لديك بعض الحقوق التقاعدية في بلدان أخرى، يجب بلوغ السن القانونية المعمول بها في هذه الدول للاستفادة منها. أخيرا، يجب التقدم بطلب المعاش 6 أشهر على الأقل قبل الإحالة على التقاعد، فالإجراءات غالبا ما تكون طويلة في العديد من البلدان. Può richiedere molto tempo. أنتم أيضا بإمكانكم طرح سؤالكم على موقعنا الإلكتروني.